السلام عليكم، سميتي عمار ميلودا، عندي جوج وليدات، 5 سنين دابا باش بديت الطاكسي. من قبل كنت كندير نقل سري، وجاتني فكرة ديال الطاكسي حسن ليا، حيت هو النقل السري فيه ريسك شي شوية، ودرت قلت اللهم نخدم قانوني، تيشير ليك ملي كتوقفي، تيقول لك سمحي ليا أنا ما نقدرش نركب مع مرا. تيولا تيطلع تيقول لك خويا ديني شي بلاصه حتى كيلقاك مرات يقول لك اسمحي ليا. اول مره تكون عندي التجربه باش نمشي مع سائقه الطاكسي تكون سيده، وفي شي خاف كبير، وخصنا نشجعوا بزاف العيالات يقدوا يدخلوا كاع لي دومين، ماشي لابد الرجال يحتكروا كاع لي دومين. وتنحس بانه ما كاينش الفرق ما بين مراه ولا راجل يكون سايق. في الاول ما كانوش كيحترمونا كيعيرونا، ولكن مع المده ولينا مزيان، ولاو كيحترمونا، ولينا فاردين الوجود ديالنا، واخا حنا 5 ديال العيالات كاينين في الطاكسي، المهم فاردين الوجود ديالنا. والحمد لله توفقت فيها، كلشي كيبغيني، عزيزه على الناس، الحمد لله. شافر لي معايا اصدقاء كيحترموني، كنحتارمهم، داخلين معاهم، حتى حنا كنعطيو الروسيطه بحالنا بحالهم، حتى حنا تنخدموا بحالنا بحالهم، حتى حنا تنخدموا ال 24 ولا نخدموا النهار كامل. الا دراتك شي حاجه كتقوليها اليوم، الا شافوك في الطريق وقفتي ولا شي حاجه كيقول لك مالك ياك لاباس، ياك ما كاينش شي حاجه، ياك ما خصك شي مساعده، الا ما عرفتيش شي بلاصه كيقول لك عيطي لنا ونوريوك. الحمد لله. الحقيقه كنتمنى المراه تعطاها قيمه في المغرب، والمغرب تقدم، ما بقاش كما كان شحال هذه كانوا حاقرين على المراه وكانت تتهان وسميتو. الحمد لله دابا تقدم المغرب، ولينا كنلقاو المراه فارده الوجود ديالها بزاف، وبغيناهم من الاحسن تعطاها قيمه وتولي بحالها بحال الراجل، حيت دابا اغلبيه ديال الدومين ولاو كيخدموا من العيالات بحالهم بحال الرجال، بحال ما بقاش الفرق.